طبعا يعني موهبة جديدة على الطريق، وكلنا نتمنى نشوف مواهب كتيرة جدا جدا على المستوى الأوروبي. ولادنا الصغيرين اللي بيلعبوا هناك لازم يعني نبص عليهم بشكل كويس جدا جدا، خاصة إن بلال مظهر، نجل كمان، مظهر عبد الرحمن لاعب موناكو الشهير اللي كان موجود لعب في موناكو ودربه ديشام طبعا من المدربين الكبار جدا جدا، وكان ليه صولات وجولات. ديشام ده من اعظم المدربين وحصل على كاس العالم. خلينا نروح مع ابو النجم بتاعنا، ابو ان شاء الله الشبل باذن الله يكون الواعد على مستوى عالي جدا. بنرحب بيك على التليفون، اهلا بيك معانا مظهر. ايوه مساء الخير عليك. حضرتك وكل سنة وانت طيب والأمة الإسلامية بخير يا رب. ربنا يخليك، كل سنة وانت طيب ومختفي عن الأنظار، فينك طمنا عليك. لا أنا كويس الحمد لله، ما فيش، بس أنا بشغلي عشان هو في أمريكا وكده وفرنسا فبتنقل كتير، بس مش أكتر يعني، أنا موجود يعني. منورنا دايما، وكنا بنتابع ابنك، تقرير عن ابن حضرتك. تقرير أعتقد أنك أولا فخور، وثانيا عندك آمال كبيرة جدا. والله أنا فخور جدا الحمد لله، أنا فخور بابني جدا جدا، والحمد لله هو تعب وهو صغير كتير جدا واتدرب مع ناس كتير جدا وتطور كتير جدا، لغاية لما ربنا كرمه وهو عنده 15 سنة ونص طلع بره في اليوناني. بس ليه حضرتك يعني خليته يبدأ من اليونان؟ عشان يتطور، ما حطوش تحت بريشر من دلوقتي. زي ما محمد صلاح بدأ في سويسرا، زي ما ميدو بدأ في بلجيكا، بحيث ما يبقاش عليه ضغوطات. انا جالي فرنسا وجالي اسبانيا، بس انا ما رضيتش بده، قلت لا اليونان يتطور ويتعلم وهو لسه صغير جدا. طب امتى هنشوفه في منتخب مصر؟ والله منتخب مصر هو اللي يسأل، مش انا هو اللي يقول له. يعني منتخب مصر بحاله معانا، يعني منتخب مصر بحاله طبعا احنا عارفين يعني بلال في سن صغيره وان شاء الله باذن الله احنا كمان بنوصل صوتك للكابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين، والله هو كابتن ربيع ياسين كلمني بالظبط كده عشان اكون صريح مع حضرتك، كلمني من اسبوع وقال لي اخبار ابننا ايه وكده وعندنا معسكر قريب وكده، وقلت له طب كويس، لان هو كان جاله عشان هو معاه باسبور فرنساوي، فهو كان جاله منتخب فرنسا قبل الكورونا وانا رفضت واجلت كل حاجه عشان انا عايز العب لمنتخب بلد اللي هو مصر اللي هي الاساسيه يعني. اكيد. فكابتن ربيع متكرما كلمني وقال لي اخبار ابني ايه وكل حاجه، وانا اسف جدا في التعبير يعني كان لم يكن يعني. فبس فانا يعني ايه كان لم يكن يا كابتن؟ يعني ايه كان لم يكن؟ كان لم يكن يعني ما كلمني وقال لي لم يتواصل معاك يعني مره ثانيه. تواصل وبعت لا طب خلينا نعرف الحكايه بقى. معانا كمان الكابتن ربيع منه. اوكي مفيش، هو معروف عنه انه بيلف في كل مكان الحقيقه جميل جدا. هو كلمني من اسبوع قال لي اخبار ابننا ايه؟ قلت له كويس الحمد لله. قال لي هو فين دلوقتي؟ هو في اليونان عشان هيبدا دوري 12/9. تمام. والحمد لله انا ابني عنده 17 سنه بيلعب في اليونان سكند تيم. طبعا كابتن هاني سيد العارفين بدوت ان واحد يبقى صغير يلعب سكند تيم في اوروبا وعنده 17 سنه ده صعب جدا. انا يعني بلال ابني الوحيد اللي في باناثينايكوس محترف في الناشئين. يعني خليك معانا بس كابتن ربيع كمان معانا على التليفون برضو يكون موجود معانا في الحوار. كابتن ربيع مساء الخير واهلا بيك معانا. بيك منور، اهلا بيك كابتن سهام، منورين ومتوفقين. كابتن سهام حلوه، كابتن سهام دي يا كابتن ربيع. اهلا بيك يا كابتن، اهلا بيك. حضرتك طيب. احنا عارفين يا كابتن ربيع ان حضرتك تواصلت مع مظهر عبد الرحمن بخصوص ابنه بلال، ودلوقتي مظهر معانا على التليفون وقال فعلا ان الكابتن ربيع كان اتصل بيا الاسبوع اللي فات وكان حريص ان هو يشوف ظروف بلال ايه، ممكن يكون متواجد في معسكر الفريق اللي حضرتك ان شاء الله هتعمله اعتقد يوم 6 اغسطس يكون موجود او لا. فكمان يعني مظهر معانا على التليفون وحابب يسمع من حضرتك ايه بالظبط الخطوات اللي جايه، وان شاء الله رؤيتك كمان مش لبلال بس، لكل اللعيبه اللي بيلعبوا خارج مصر ممكن رؤيتك ايه في الفتره الجايه ليهم مع منتخب مصر للشباب. اهلا بيك يا كابتن مظهر. هو طبعا ناس انا اللي كلمته كمان قبل موضوع كورونا من 5 شهور، قال لي ان ابنه مظهر بيحاول ان هو يروح اليونان ونقله ثانيه وخليها كابتن استقراره. قلت له خلاص لما ان شاء الله يرجع على النادي يبقى كويس، النقله بتاعتك بعد كده نشوف. ودلوقتي انا من اسبوع عشان انا بحضر المعسكر يا كابتن هاني، انت عارف طبعا اي لعيب محترف انا بدور، انا جالي من امريكا وجالي من كندا وجالي من استراليا ومن فرنسا ومن اسبانيا ومن سويسرا، انا بدور على اي لعيب. وانا بحضر. معروف عنك يا كابتن ربيع كمان، الله يخليك. ده طبعا منتخب ودي مسؤوليه كبيره جدا. باذن الله تعالى عندنا ما تاجلتش، يعني المنتخب الوحيد هو الشباب اللي ما تاجلتش تصفياته، وانا باذن الله هبتدي 5-8 معسكري باذن الله تعالى لحد السفر لتونس
هيبقى البطوله من 9 ل 24 11 بمشيئه الله تعالى. ان شاء الله. وتغير يا كابتن هاني النظام، طبعا النظام بقى تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر، خمس يعني خمس دول اقوياء جدا. بالظبط. طبعا انت عارف اتغير النظام بقى قوي جدا، فانا طبعا بحاول ان انا اخد بكل الاسباب ان تخليني اسافر وانا عامل اللي عليا ان شاء الله، التوفيق ده من ربنا. فانا متابع مع الكابتن مظهر وتابعت معاه فعلا الكابتن هاني، وفي طبعا اثنين جايين من ايطاليا من اودينيزيا شهر 8 صلاح الدين واخد بالك وريتشارد متابع، وفي في الامارات. وفي شفتهم فين دول يا كابتن ربيع؟ نعم. اتواصلت معهم ازاي يعني؟ اخدت بالك منهم ازاي؟ انا طبعا حضرتك انا اشوف انا في ناس كتير جدا بتساعدني على المواقع في اللعيبه المحترفين. دلوقتي انا ما بسكتش، بقعد وفي نفس الوقت بعمل توصيات، يا جماعه ده منتخب مصر اللي يعرف حد يقول لي عليه، وانا مجرد ان انا اسمع اللعيب في الحته الفلانيه بفتح بقى مع حضرتك واخد بالك واتواصل معاه واديله عنوان واقول له تعالى وبرتب له اوقات وابعت له واجيبه عشان اديله حقه وما اظلمش اي حد، وده منتخب. فانا قصدي انا متواصل مع مظهر، والراجل قال لي حاضر وفي اليونان وان شاء الله هيجيبه يا كابتن هاني وباذن الله تعالى يكون معانا، وادي فرصه للجميع لان ده منتخب مصر لازم نتواصل جميعا ونعمل منتخب كبير بحجم مصر ان شاء الله تعالى بحجم التصفيات، فربنا يقدرنا ونكون عند مصر وصلنا ونعمل حاجه كويسه تليق باسم مصر ومكانه مصر يا كابتن هاني ان شاء الله. كلنا عندنا امل وعندنا ثقه فيك كابتن ربيع من الكباتن الكبار، وان شاء الله ربنا يوفقك. لكن كمان اروح لمظهر بقول لك مظهر، انت طبعا دلوقتي تابعت الكابتن ربيع، كابتن ربيع فعلا بيتابع بشكل كويس قوي بلال، وكان قال لك ان هو ان شاء الله اول ما يروح اليونان ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون موجود، لان احنا زي ما بقول لك يعني الكابتن ربيع حريص، واحنا كمان حريصين ان كل مواهبنا وكل ولادنا اللي بيلعبوا في الخارج في سن صغيره ان هم كمان يكونوا موجودين في منتخب مصر، شيء مهم جدا. والله يا كابتن حضرتك عارف، اوكي انت عارف ان النادي باناثينايكوس ده نادي كبير في اوروبا، وثانيا الاهم من كده اني كان منتخب فرنسا بيكلمني وانا رفضت، فاهم انت؟ فده كله هو بيتابع وكل حاجه وعلى عيني وراسي، مفيش مشكله خالص وانا متابع معاه، بس برضو يعني انت فاهم يعني انا برضو في الاول وفي الاخر عايز ابني يلعب ويلعب لمصلحه ابني ويلعب وكذا 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 وكذا، فهي النقطه بس ان ايه؟ انت عارف ان كل حاجه بره منظمه، فيبقى بس الكلام واضح يعني يعني انت عارف ان مش زي عندنا في مصر هنا مع الاسف يعني ان في اي وقت ممكن تجيب اللعيب، لا بره لا لازم تقول لهم وتشوف يشوف الجدول والمنتوشه الدوليه و و و و و فاتمنى ان 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 الكلام يبقى واضح والواد يلعب انا عايز يلعب منتخب بلده، انا مظهر عايز يلعب منتخب بلده بس ده مهم جدا يعني ده مهم جدا، وكابتن ربيع حريص واحنا يا كمان اتمنى ان الامور تبقى مظبوطه ونشوف خير، وانا في الاول وفي الاخر هو لعيب كوره وحضرتك عارف وكابتن ربيع عارف لعيب كوره كويس كويس مش كويس مش كويس هي مفيش اوكي، فلما واحد يكون بيكسر الدنيا في اليونان في اوروبا ومسمع في اوروبا تمام، ففي لعيبه كتير جدا طبعا كل حاجه في امريكا وكده، بس انا بتكلم على واحد مسمع مش بتكلم على واحد لسه رايح، كان واحد مسمع في اوروبا والنادي بيقول ان هو ده المشروع بتاعه عشان السنه دي يطلع درجه اولى، لو طلع درجه اولى السنه دي يبقى عنده 17 سنه وثلاث اربع شهور. فاتمنى ان الدنيا تبقى انا عايز اقول حاجه. اتفضل يا كابتن ربيع، اتفضل يا كابتن ربيع. هو مظهر زعلان، ما انت اللي موقف حضور ابنك، ابنك كان عاوز. لا يا كابتن حضرتك قلت لي هبعت، انا بعت لحضرتك الفاكس وبعت لحضرتك عاوز اقول لك حاجه، الواد تبع الكابتن ربيع انا بعت الفاكس لعب ستار عصبتار كلمني بعت له الفاكس ادي فرصه بعدين له ايميل ومفيش حاجه حصلت مظهر ادي بس فرصه كابتن ربيع يرد عليك، واحنا بنتحاور واحنا عايزين نوصل للصالح للجميع يعني. عايزين لصالح العام لمصر يعني. بالظبط. اتفضل يا كابتن ربيع. خمسه ونبعت له نظامين، احنا ملوك النظام في مصر، مصر ما احنا انا مدرب منتخب منتخبات مصرنا. طيب على عندي قبل بره خلي بالك مصر ملكه النظام وانا مسؤول عن المنتخب، عارف يعني ايه نظام انت اكيد، انا متواصل معاك انت اللي مد حضور ابنك هنبعت نجيبه وهنبعته وهنعرف جدوله ونظامه وبطل. خلاص اتحلت يا كابتن ربيع. لا وحضرتك وعدتنا ده وده على الهوا دلوقتي. وكابتن مظهر بقى حاسه في صوتك زعلان، يا ريت ما مقصرين خالص حضرتك يعني. لا انا برضو انا عندي بس حاجه صغيره للكابتن مظهر والكابتن ربيع، احنا كلنا ثقه في الكابتن ربيع وكلنا ثقه في ان احنا عندنا نظام على اعلى مستوى، وعندنا كمان عارفين كويس قوي ان مظهر حابب ان ابنه يشارك مع منتخب طبعا. مصر ده يقدر وده يقدر، ولكن على المستوى التدريبي يا استاذ مظهر برضو لازم تعذر ان في ملف كبير جدا عند الكابتن ربيع، مسؤوليه كبيره جدا، اكيد لو هو ما كلمكش لا بيكلمك وبيتابع معاك
وانا عارف الجزئيه اللي بتتكلم فيها، ان في اوقات معينه ممكن جدا ان الولد لا يروح حته تانية، فانت حريص ان الولد يلعب مع منتخب بلده. فكل الامور ديت ان شاء الله تتحل، لان احنا كاعلام هنا موجودين وخاصه في قناه النادي الاهلي حابين جدا جدا ان الولاد اللي بيلعبوا بره ان شاء الله يكونوا موجودين. ان شاء الله يا مظهر ابنك ان شاء الله من خلال كابتن ربيع ورؤيته الفنيه يكون موجود ويلعب لمنتخب مصر، وكابتن ربيع ان شاء الله على عادتنا بيك يا كابتن ان اكيد هتشرفنا باذن الله وتاخد بطوله افريقيا وتروح كاس العالم. كابتن مظهر ما تاخدش على خاطرك، بنشكرك شكرا جزيلا. كابتن ربيع حضرتك وعدتنا انك هتتواصل مره ثانيه مع كابتن مظهر، وانا عارفه ان حضرتك مهتم جدا بملف الشباب، عشان كده عايز اسالك عن منتخب الشباب، اخباره ايه؟ طمنا. منتخب الشباب احنا عندنا تجمع من 5 باذن الله تعالى 8. تاخرنا كتير جدا، الاولاد خدوا اكتر من 130 140 يوم، وده غلط طبعا في الكوره. طبعا الثاني بعد ما ظروف ومستوى فني راع في بطوله السعوديه اللي كانت في فبراير. يعني كان نفسي ان انا كنت متواصل معاهم طبعا اونلاين خلال الفتره كلها، طبعا دي لا تمثل ليا فنيا اكتر من 10 15%. فانا ابتدي من جديد حضرتك. انا في اكتر الحمد لله عندنا دلوقتي حوالي 25 لاعب بيتمرنوا مع الفريق الاول. في عدد كبير اشترك في مباريات فعلا قدام مع الفريق كبير، وسجل اهداف كمان في الزمالك وفي بيراميدز وفي انبي الحمد لله وفي الجيش. يعني انا مبسوط، وبذلك انا مدي فرصه لحضرتك للعدد ده كله انه هو يكمل مع النادي بدل بيتمرن مع نادي زي الفل. انا خلاص عاوز ثبات. انا عندي 15 لعيب حضرتك، فيهم تقريبا 2 محترفين اللي هو ريتشارد وصلاح الدين هيجوا يوم 5 ان شاء الله، يعني متابع معاهم هيجوا خلال 8 حسب ظروفهم وحسب تدريبهم. حضرتك كنت طالب مدرب احمال ومدرب فني يعني للفريق للجهاز، هل الطلب ده يعني تم تحقيقه ولا لسه؟ لا ان شاء الله تم تحقيقه باذن الله تعالى. فعلا جالك؟ ان شاء الله باذن الله تعالى. في الطريق. في الطريق. الضحكه دي بتقول في الطريق. في الطريق. في الطريق ان شاء الله. كلنا ثقه فيك يا كابتن ربيع بجد والله، انت واحد من ابناء النادي الاهلي على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى اللعب وعلى مستوى الاخلاق، وكان انا ليا الشرف ان انا لعبت جنب حضرتك. بنتمنى لك كل التوفيق في مشوار منتخب الشباب، وان شاء الله بالتوفيق دايما، ووصلنا لكاس افريقيا ان شاء الله وكاس العالم. شكرا كابتن ربيع. طيب من الاخبار دي. طب قبل ما